اليومي. ألا يعني هذا الكلام بأن حزب البشير جزء مما جرى ومما فعله البرهان مع الوزير؟ أخي الكريم، حزب المؤتمر الوطني وبقية الأحزاب السياسية هي جزء من هذا المشهد السياسي السوداني بكلياته، ليس بتفاصيل الحكومة. ليس لكي تكون جزءا من المشهد السياسي لا يعني فقط أن تكون موجود داخل الديسك الحكومي أو الوزاري أو مجلس السيادة. بهذا التعميم وبهذا الاتساع نحن جزء من المشهد السياسي، ولم ننقطع يوما عن المساهمة في الشأن السياسي السوداني. لكن ثورة ديسمبر أطاحت بحزب المؤتمر الوطني، بحزب أخرجته البشير. من الحكومة، أخرجته من الحكومة. طيب. ولا زال هو موجود في الشأن السياسي وفي يعني المسرح. حضرتك تقول لي أنه هذه إجراءات تصحيحية من البرهان، تصحيح لأي مسار؟ للثورة؟ للخطأ الأول. هذا تصحيح للثورة؟ لا، للخطأ الثورة؟ الأول، مجيء الأحزاب لإدارة الفترة الانتقالية بنفسها وبقضها وبقضيضها، لأن هذا كان سيرتد على أعناق هذه الأحزاب. إدارة الأحزاب للفترة الانتقالية يعني فقط أن تندلع الحرب بين هذه الأحزاب على توزيع كيكة السلطة، وهذا ما حدث. أصل المعركة الآن هو نصيب القحط ألف وقحط باء والحركات المسلحة في السلطة. العنوان المعركة التي اندلعت هو توسيع قاعدة الشراكة، هذه هي المعركة. أنا أفهم منك بأنه تأييدكم لإجراءات البرهان لأنها جاءت في إطار تصحيح مسار الثورة. الاحتفاظ بالفترة الانتقالية خالية من الإدارة الحزبية، هذا هو ما كنا ننادي به منذ اليوم الأول، منذ أن ذهبت هذه الأطراف لتوقيع وثيقة دستورية، منذ أن ذهبت هذه الأطراف لتقسيم السلطة فيما بينها وهي 80 لافتة. ثم انحصر الأمر بين 4 أحزاب، ثم الآن في المشهد السياسي السوداني بأنها 4 طويلة، وهذا هذه إشارة لسرقتها لنصيب الآخرين معها في قوى الحرية والتغيير وقوى قوى السلام، قوى الحركات المسلحة أو حركات الكفاح المسلح. قلنا أن المدخل بتاع الوثيقة الدستورية سيعود بالويل والثبور و شرزمت قوى الحرية والتغيير نفسها، أو بين قوسين شرزمت قوى الثورة نفسها، وهذا هو ما حدث. بدأ أنتم حريصون على الثورة يعني مع الوزير؟ نحن حريصون على السودان. الثورة؟ نحن حريصون على السودان. الثورة أطاحت بكم. نحن حريصون. لا نحن حريصون يعني على السودان. أنتم مع ثورة ديسمبر؟ لا التي أطاحت لا لا بكم؟ نحن لا، ولا نعترف بأن هنالك ثورة. نحن نسمي هذا في أدبياتنا بأنه انقلاب اللجنة الأمنية للبشير.